امي لا زالت اليوم تدمع بعد فقد الولد حيا لمنزل بكاله. يا حنيني حنين الميج من وقت تطلع حن مظلوم اكبر ظلم فرقه عياله. نار حمراء بتشعل في حشايا وتولع والاسف والحزن والاسى والحزن في القلب موجود لحاله. قصيده كلمات ام الشهيد ردفان علي مصلح الخضيري القتها بعد استشهاد ابنها المقبول باذن الله بعنوان فراق الولد. لحنها فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد الفرحان وايق حازبي. تسجيلات الفائز دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. قالت الأم دي لا زالت اليوم تدمع بعد فقدان الولد حي لمن زاد بكاله. يا حنيني حنين الميج من وقت تطلع حن مظلوم واكبر ظلم فرقات عياله. نار حمراء بتشعل في حاشايا وتولع والأسى والحزن في القلب موجود لحاله. غدرت بي بروج الأرض من يوم ودع أرض بقعة وفلت كل ما هو حواله. ليش يا ذا الزمن خليت ردفان يقطع كل الأمال دي أمل قطة اتصالة كل الأمال دي أمل قطعت اتصالة. ليش يا ذا الزمن خليت ردفان يقطع كل الأمال دي أمل قطعت اتصالة. كيف خليت هذا الولد أمل ووسع جهز البيت وتعنى لما قد بنى له. يوم الاثنين كان الوقت مغرب ومطلع قال يخرج يخزن ما دار ايش نواله. شل الاغراض والعالي وقته وودع قال يسمر وقصته يلتقيه وخاله. لكن الوقت متربص بثعبانه اقرع جاه حيله وحتى استدراجه لا واجب له. تقلّه اليوم نقتل الذئب والعين ولا شي غزاله. قاصد الغدر بيقتل ويسرق ويجزع واظهر المرجله يا لعن ابوها رجاله. شل عليه وتقنص وصابت للصاع يا عديم الثقه مسرع نسيت والجماله. كان واثق بكم يا من له رجاه تسمع تضحك ضحكة المتمردين الحثالة. لكن الله بيحب
عليكم عليكم ويصطع عيصلط عليكم كل ما هو حماله عيخذ حقنا منكم بقداه ومشرع لا قبر الله عليكم شهر ربي أسلم انتظرنا ولدنا الأخير الليل يرجع وانتهى الليل نتركب لساعات وصالة كان ردفان عندي مثل الحايد وارفع سر ذاك البطل والشهم حما قابله ليت ربي أخذني قبل ما اسمع مفجع أحمدك وأشكرك يا الله على ما جرى له عجلوا في قصص الخصم بالصوح باله سل يا حضرة السياف سيفك وتقطع راس عايب وقتل غدر شلة والعدالة في الختام اسأل المولى دليلي ومرجع اغفر الذنب والزلة يا ذو الجلالة دائما في ختم ذكر الشافيع المشفع الفصل على الطاهر ما